الصفاء، المحبة، العواطف بين المؤمنين التي يراها الإنسان في زيارة الأربعين لا يجدها الإنسان، لا يجدها الإنسان في أي مكان، في أي مناسبة، في أي يوم. لا تصدقون؟ اذهبوا انظروا من قريب. هذه الملايين، هذه الأمواج البشرية، هذا السيل البشري، والكلمة صادقة بقمة معناها، بغاية معناها، تجد صفاء في نفوسهم. الله أكبر، شيء غير طبيعي، شيء غير ممكن حدوثه إلا أن تكون هناك عناية ربانية، إلا أن تكون هناك معجزة من سيد الشهداء صلوات الله عليه. أي احتكاك يولد شرارة. هذه طبيعة الدنيا، هذه طبيعة البشر، احتكاك بهذه الأعداد المليونية الاستثنائية لا ترى شرارة، بل على عكس ذلك ترى المحبة، ترى العواطف بين المؤمنين، ترى الصفاء في القلوب. التوصية ما هي؟ هذه معجزة الحسين، التوصية أنه لا يكون الإنسان الزائر المؤمن الكريم، الكريم هذه الكلمة بدقة أقولها، زائر الحسين كريم على الله عز وجل. لم يرد ذلك في حديث واحد وحديثين، اقرأوا الكتب التي ألفت في كتب الأحاديث السابقة القديمة التي ألفها بعض أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أو بعض القريبين من عصور الأئمة عليهم الصلاة والسلام قبل 1100 عام، في كامل الزيارات، في الكافي الشريف، في تفسير علي بن إبراهيم القمي. علي بن إبراهيم أبوه من أصحاب الإمام الهادي والعسكري، بل من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري، رأى 3 من الأئمة، أبوه هو مؤلف، عنده تفسير القمي. راجعوا، الزائر الكريم كريم على الله عز وجل، لا يكون الزائر الذي عنده هذه الكرامة على الله سبحانه وتعالى بسبب زيارته لسيد الشهداء، أن ينزل في هذا المدرج، في مدرج الصفاء المحبة. لا سمح الله إذا سبك شخص لا يكون الإنسان يرد السب بسب، أعف عن الساب لأجل مولاك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا بل أكثر من ذلك، رد الإساءة بالإحسان. إذا سبك شخص أن تقل له كلمة جميلة. هذه أشياء ثمينة جدا، لا يكون الإنسان يفقد هذه الأشياء في زيارة الأربعين، في زيارة سيد الشهداء. لهالسبب لا تعتجب لو شافت العين بأربعين تزور كل هاي الملايين، كلها تدري وتعتقد من منشأ الدين، ما تمس نار اللظة زوار الحسين، واسأل الصادق شقول بهالقضية، ما أعوفك لا وحد ضلع الزجية، هاك خذ مني العهد حتى المليا، هاك خذ مني العهد، ما أعوفك لا وحد ضلع الزجية.